بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بطلاب الصف السادس الابتدائي في مادة التربية الإسلامية، الجزء المخصص اليوم مادة التجويد. وقبل ما نبدأ بدرس اليوم نذكركم بقول الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والأثر الذي يقول: لا تقرأوا القرآن وتهذوه كهذ الشعر، يعني لا يجوز نقرأ القرآن كقراءتنا للجرائد وقراءتنا للصحف وقراءتنا للكتب، وإنما هناك قواعد وأمور رواسي لابد أن الإنسان يتعلمها، وهي إيش؟ أحكام التجويد. أحكام التجويد التي يجب على أي إنسان يقرأ كتاب الله عز وجل أن يعرفها ويعلمها ويقرأها نظريا ثم يطبقها عمليا. وكذلك يقول الناظم: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن فهو آثم. يعني بعض العلماء جعل من لم يجود القرآن ويقرأه قراءة سريعة بغير تجويد فيدخل في الإثم، نسأل الله أن يسلمنا جميعا. اليوم معنا بإذن الله عز وجل أحكام، ندخل قبل ما ندخل في أحكام الميم الساكنة نتذكر قليلا أحكام النون الساكنة والتنوين، وراح نأخذها سريعا، ثم بعد ذلك نعرج على أحكام الميم الساكنة في التجويد، ثم بعد ذلك نأخذ إيش التطبيقات بإذن الله عز وجل. خليكم معي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. التربية الإسلامية، تجويد. أحكام النون الساكن والتنوين لها شجرة، إذا الآن رسمناها هنا وفهمناها راح يكون عندنا تماما تصور وسهولة في الحفظ والفهم. أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام النون الساكنة والتنوين، هناك أربع أحكام للنون الساكنة والتنوين. طيب، أول حاجة بدنا نشرح العنوان حتى نقدر ندخل في الموضوع ونستوعبه. أحكام، أي الأحكام، الحكم الذي يتعلق بالنون الساكنة. النون الساكنة، ما هي النون الساكنة؟ هي النون التي عليها سكون، هذه النون الساكنة، هذه النون الساكنة، نون عليها سكون. والتنوين، أي الأحكام المتعلقة بالنون التي عليها سكون والتنوين. التنوين اللي هو ضمتين وفتحتين وكسرتين، هذا التنوين. أحكام النون الساكنة، أي هذه النون الساكنة، والتنوين اللي هي التنوين هو عبارة عن ضمتين وكسرتين وفتحتين. تمام. ما هي الأحكام في القرآن الكريم المتعلقة بالحروف التي تأتي بعد هذه؟ هي أربع أحكام، هي أربع أحكام. الآن راح نتعرف عليها واحد واحد. أولا الإظهار الحلقي، بدنا نتذكر كلمة الحلقي الآن، الإظهار الحلقي. ثانيا الإدغام، وثالثا الإقلاب، ورابعا الإخفاء الحقيقي. الإخفاء الحقيقي برضو ننتبه، هنا الحقيقي وهنا الحلقي. تمام. بدنا الآن نتعرف على حكم من هذه الأحكام إن شاء الله تعالى. طيب، بدي أكرر وأعيد حتى نستوعب مع بعض ونفوت على الموضوع. أحكام النون الساكنة والتنوين، يعني ما هي الأحكام المتعلقة إن وجدنا نونا ساكنة في القرآن الكريم أو تنوين ودخل عليها أو أتى بعدها حرف من حروف الهجاء 28. كل حروف الهجاء 28 كلها مقسمة على الأربع أحكام هذه. فالآن راح نأخذ حكم وحروف هذا الحكم والأحكام المتعلقة بهذا الحكم. أولاً،
الإظهار الحلقي له أربعة، له ستة حروف: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. هذه حروف الإظهار الحلقي، وسمي حلقيا لأن هذه الحروف تخرج من الحلق، من الحلق. والإظهار سمي إظهار لأنه لا يكون هناك إلا إظهارا للنون الساكنة أو التنوين، ثم بعد ذلك يكون الحرف مظهرا بعدها. ما عندنا إدغام ولا عندنا إقلاب ولا عندنا إخفاء، الحرف ظاهر والنون الساكنة ظاهرة، الحرف ظاهر والنون الساكنة ظاهرة، تمام. هذه حروف الإظهار. طيب الإدغام، الإدغام هناك حروف أخرى ستة تتعلق بالنون الساكنة والتنوين إذا جاءت بعدها، ويكون عندنا ليس إظهار، عندنا إدغام. ما هو الإدغام؟ الإدغام أن تدغم الحرف النون الساكنة هذه بالحرف الذي يليها، فيخرج عندنا غنة ومقدارها حركتين، ويكون هناك ينتج عندنا حرف مخفي، ليس الإخفاء هذا ولكن هو مدغم، مدغم مع النون الساكنة هنا. طيب ما هي حروف الإدغام؟ حروف الإدغام كذلك ستة: الياء، النون، الميم، الواو. هذه حروف، ثم بعد ذلك إيش؟ اللام والراء، اللام والراء. الحروف الأربعة الأولى هذه إدغام، يسمى إدغامها إدغام بغنة، إدغام بغنة. الحروف الأربعة هذه الإدغام يكون فيها بغنة، والحرفين اللام والراء إدغام بغير غنة، إدغام بغير غنة، إدغام بغير إدغام بغير غنة، تمام. بعد ذلك طبعا راح نأخذ كل على كل نوع من أحكام وكل حكم من أحكام النون الساكنة تدريبات، وراح نأخذ إن شاء الله تدريب عملي للجميع بإذن الله عز وجل من الآيات القرآن الكريم، ويكون عندنا تطبيق عملي بإذن الله عز وجل. طيب لأن كما ذكرت في البداية القرآن يعني يؤخذ بالتلقي والمشافهة، النظري عند الآن نحن سنعرف النظري، بعد ذلك الأهم في التجويد اللي هو التجويد العملي بالقراءة بالتجويد، القراءة بالتجويد. طيب نأتي بعد ذلك الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين، الإقلاب، وله حرف واحد وهو الباء. ومعنى الإقلاب ينقلب، يعني من بعد مثلا من نون ساكنة وجاء بعدها باء فينقلب الحرف أصلا، من بعد ماذا يخرج عندنا؟ حرف جديد هو من بعد، ما يكون النون ذهبت والباء ذهبت، يكون عندنا من بعد. فهمنا يا أخوان؟ هذا معنى الإقلاب، ينقلب النون تنقلب تماما إلى حرف باء من بعد هكذا. وإن شاء الله سنأخذ أمثلة على الجميع تاليا، لكن هذا عشان نوضح معنى كلمة الإقلاب، نوضح معنى كلمة الإقلاب. نأتي بعد ذلك إلى الإخفاء الحقيقي، و انتبهوا معي الآن. الإخفاء الحقيقي أن تأتي كما ذكرنا نون ساكنة أو تنوين بعدها باقي الحروف، باقي حروف الهجاء، نستثني هذه الستة، ثم نستثني هذه الستة، ثم نستثني هذه إيش؟ هذا الحرف. كم يكون عندنا؟ ستة وستة 12، واحد 13. حروف الهجاء كم؟ 28 ناقص 13 يساوي عندنا كم؟ عندنا 15. مجموعة في أوائل بيت الشعر التالي حتى نحفظها: صف ذا ثنا، صف ذا ثا،
سنة كم جاد شخص قد دنا دم طيبا دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. الصاد احد حروف الاخفاء الحقيقي. الذال نحط تحت كل واحد شخطة. ثنى ثاء الكاف صف ذا ثنى الكاف. الجيم الشين القاف الدال قد سمع عفوا هنا سمع هنا عندنا هنا سمع حرف السين الدال الطاء الزاي الفاء التاء الضاد الضاء. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 حرف. تمام يا اخوان، هذه الحروف 15 اذا جاءت بعد النون الساكنة او التنوين يسمى الحكم اخفاء حقيقي. ليش سمينا حقيقي؟ هنا حلقي لتعلقه بالحلق، الحروف هذه متعلقة بالحلق. أما هنا إخفاء حقيقي لأن الإخفاء يكون حقيقيا، لأنه سيأتي في الدروس القادمة الإخفاء الشفوي متعلق بالشفتين. هنا الآن إخفاء حقيقي هذا هو يتعلق بهذه إيش الحروف. من قبل مثلا بنعطي مثال على حرف القاف على سبيل المثال، من نون ساكنة قبل قاف بعدها من قبل، هذا الحكم يخفى تخفى النون في القاف من قبل وهكذا. هذه مقدمة حتى نعرف ندخل في درسنا اليوم أحكام الميم الساكنة، ونركز إن شاء الله مع بعض بعد ما أخذنا هذه المقدمة التي لابد منها حتى لا تختلط الأمور، لأنه إذا عرفنا هذا الدرس سيتضح لنا الدرس الذي يليه، ولا يمكن أن يكون هناك اختلاط، لأنه إذا ما أخذ الدرس هذا يكون عندنا اختلاط في الدرس الذي يليه وتسهل علينا المقارنة. إذا كان بين الآن الشجرة أمامنا هذه شجرة أمامنا هذه الأمور سهلة إن شاء الله في المقارنة. شوف إحنا الآن كيف الشجرة هاي، راح إحنا نركز على هاي الأحكام. الآن راح تيجي بدل الأحكام النون الساكنة راح يجي عندنا أحكام الميم الساكنة بدون تنوين بدون تنوين، ولا يكون هناك أربع أحكام، هناك ثلاث أحكام، لكن هذا المدخل لابد أن نتعرف عليه، هو مش موجود عندنا إن شاء الله هنا، لكن راح يسهل علينا المادة التي بعد قليل راح نأخذها بإذن الله عز وجل. سوعبنا يا شباب، بعد إن شاء الله قليل سنأخذ هناك تدريبات وهناك تطبيق عملي، ولابد من فتح الكتاب على الآيات الكريمات من كتاب الله عز وجل، ويكون هناك تطبيق عملي إن شاء الله عز وجل على ما أخذنا واستنباط واستخراج. اتفقنا؟ زي ما اتفقنا يا شباب، بدنا نخلي ما أخذناه دائما نستحضره. حتى الآن نبدأ الآن في أحكام الميم الساكنة وتكون الأمور سهلة علينا. ترى دروس التجويد سهلة جدا جدا سهلة، تحتاج إلى قليل من التركيز، تحتاج إلى قليل من التركيز فقط، فيها تشابه، لكن إذا ركزنا إن شاء الله بتكون الأمور سهلة وبسيطة. والآن ننتقل إلى أحكام الميم الساكنة. أحكام الميم الساكنة، أول حكم الأحكام الميم الساكنة، أو نتعرف قبل ذلك على الميم الساكنة. ما هي الميم الساكنة؟ الميم الساكنة هي ميم عليها سكون، ميم عليها سكون خالية من الحركات، خالية من الحركات. يعني ممكن نقول هذه إيش؟ هذه السكون، هذه هكذا الميم تكون في وسط الكلام أو في آخر الكلام. ما كانت في إيش؟ في آخر الكلام ووسطه يكون تتعلق بها أحكام بعد ذلك. إذا جاءت حرف أو جاء حرف من الحروف اللي الآن راح نأخذها والأحكام راح إن شاء الله متعلقة بالميم الساكنة،
ويكون تكون هذه الميم الساكنة يا في وسط الكلام يا في آخر الكلام. طبعا احنا الميم اصلا حتى نكون بالصورة يعني شيء لابد نتعرف عليه، الميم تأتي عليها الحركات الثلاثة اللي هي اما فتحة او ضمة او كسرة، هاي احنا ما لنا علاقة فيها، هاي ما لها احكام في امور التجويد الان، ما عندنا احنا لنا علاقة في الميم الساكنة. تمام يا شباب؟ طيب احكام الميم الساكنة الان، احكام الميم الساكنة بدنا نتفرج الآن، رسمنا رسمة زي اللي قبل قليل عن أحكام النون الساكنة والتنوين، هاي تجمع الأمور وتكون سهلة. فأول حكم اللي هو الإدغام الشفوي، وعندنا الإظهار الشفوي والإخفاء الشفوي نفس اللي هناك عدا الإقلاب. طيب هناك اسمه الإدغام، هناك إدغام بغنة وبغير غنة، هنا شفوي. الآن راح نعرف كلمة شفوي والإظهار شفوي وإخفاء شفوي متعلق بالشفتين، ما عندنا إخفاء حقيقي زي اللي أخذنا، ولا عندنا إظهار حلقي متعلق بالحلق. إخفاء شفوي، إظهار شفوي، إدغام شفوي كله متعلق بالشفتين، لأنه مخرج الميم من الشفتين. كيف نعرف المخرج؟ طبعا في دروس راح تأخذوها في السابع مخارج الحروف. طريقة سهلة لنعرف ما كيف أو ما هو مخرج هذا الحرف، نأتي بهمزة الوصل المكسورة ويكون الحرف ساكن. إم مثل القاف إق، هذا مخرج القاف. الباء إب، هكذا نعرف مخرج الحرف، نأتي بهمزة وصل مكسورة ويكون الحرف الذي نريده ما ساكن بعدها، فنعرف أو نعرف مخرج الحرف. الميم مخرجها الشفتين إم هكذا. طيب الإدغام الشفوي، أولا تعريف الإدغام الشفوي، أن تأتي ميم ساكنة، اتفقنا كل التعريف اللي راح نأخذها مقدمة التعريف راح يكون أن تأتي ميم ساكنة، بس إيش اللي بعد ميم ساكنة هنا الفرق والاختلاف. أن تأتي ميم ساكنة وبعدها مباشرة ميم متحركة، ميم متحركة بعد الميم الساكنة، يعني ننتقل من هنا إلى هنا قريب حرفه اللي هو الميم فقط. معنى هذا التعريف أي أن حرف الإدغام الشفوي هو الميم فقط، يعني لا يكون هناك إدغام شفوي إلا إذا جاء بعد الميم الساكنة ميم متحركة. اتفقنا؟ طيب النطق، كيف ننطق ميمين؟ كيف ننطق؟ ما هي الهيئة؟ ما هي الكيفية؟ نستمع. تدغم أي تدخل الميم الساكنة في المتحركة فيصبح عندنا ميم واحدة مشددة مع وجود غنة، تدخل هذه الميم الساكنة في الميم المتحركة وينتج هناك إيش؟ شدة مع غنة. هذه هيئة النطق بهذه أو بهذا الحكم اللي هو حكم الإدغام الشفوي. اتفقنا يا جماعة؟ طيب حرفه الميم، اتفقنا ادغام له حرف واحد. هناك في النون الساكن، احكام النون الساكن والتنوين له ست حروف، احنا فقط للمقارنة، اذا قارنت بين الاشياء احتمال ايش كبير ان تفرق بينها ولا تدمج بينها، عشان هيك احنا قدمنا به تلك المقدمة. طيب امثلة، بدنا ناخذ مثال واحد. يقول الله عز وجل في سورة قريش: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أطعمهم ميم ساكنة من جوع، لو وقفنا عليها لا في شدة ولا في إيش ولا في حكم، أطعمهم هذه الأحكام فقط إذا إيش إذا قرأنا. الذي أطعمهم انتهى، ميم ساكنة وقفنا عليها، لكن إذا قرأناها وقرأنا ما بعدها معها نقرأ هكذا: أطعمهم من جوع. الميم كأنها الميمان كأنها ميم واحدة مشددة في مع غنة، والغنة مخرجها الخيشوم ومقدارها حركتين. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تمام، هذا إيش مثال. طيب
خليكم معي هنا شوي. ايش كتبنا هون؟ ويسمى كذلك الادغام المتماثلين، يسمى الادغام المتماثلين. لماذا يسمى ادغام متماثلين؟ طبعا ادغام شفوي لانه متعلق بالشفه، ادغام متماثلين لان الحرف الذي اتينا به اللي هو الميم الساكنه الذي جاء بعده ليس متجانس وإنما هو متماثل، يعني نفس الحرف ميم وراها ميم، لكن هذه لها هيئة وهذه لها صفة فاندمجتا فأصبح عندنا حكم، فلذلك سمي متماثلين أي من نفس الحرف. تمام، هكذا يسمى إدغام متماثلين. إن قلت إدغام شفوي وهو هذا الأفضل وهو هذا، أو قلنا إدغام متماثلين فكذلك وصف لهذا الحكم. هنا معلومة، لا يقع الإدغام الشفوي إلا في كلمتين، يعني تقول لي في نفس الكلمة ما في، يعني أطعمهم من جوع، كلمتين صح ولا منفصلتين؟ أطعمهم كلمة ومن كلمة أخرى. هاي بعض الأحكام المتعلقة بالإدغام الشفوي. إن شاء الله تكون الأمور سهلة وميسرة، وإن شاء الله تكون فهمتوا، وإن شاء الله مع التطبيق بعد قليل سيكون إن شاء الله أفضل، وبعد ذلك سيكون نستمع إليكم ونطلب منكم المشاركة ونطبق ذلك عمليا، لأن التجويد النظري سهل والعملي أسهل، ولما يندمج النظري مع العمل يصبح عندنا قراءة مجودة جميلة جدا، نقرأ كما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام.